طلابنا الأعزاء، الصف الثاني عشر، الفرع العلمي، نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم، الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين، ونترككم الآن مع شرح لمادة الكيمياء، متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعرفة. الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة، برنامج تفوق، تتابعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، رائدة الإبداع والتميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التسجيل لمادة الكيمياء للصف الثاني عشر علوم، عبر أثير إذاعة صوت التربية والتعليم، الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين، والتي تبث على موجة 102.1 FM. ودرسنا لهذا اليوم هو استكمال نظرية الميكانيك الكمي، وسنناقش فيه عدد الكم المغناطيسي ML. ولكن قبل ذلك كان معكم نشاط بيتي لنقم بحله سويا. سؤال كان بيحكي في المستوى الرئيسي N تساوي 4. 1. اكتب جميع الأعداد الكمية الفرعية. 2. اكتب رموز جميع المستويات الفرعية. 3. ما عدد المستويات الفرعية في هذا المستوى. 4. ما السعة القصوى للإلكترونات من الإلكترونات لهذا المستوى. قلنا سابقا أفضل شيء أقوم بعمل جدول. نقوم بعمل جدول، العمود الأول أضع فيه N وأكتب تحته 4. لننتقل إلى العمود الثاني، نكتب فيه L. طبعا L تمثل الأعداد الكمية الفرعية، وهذه القيم هي جميع الأعداد اللي أقل من الأربعة، يعني هيكون عندي 0 و1 و2 و3. إذن هنا جوابنا اللي هو فرع رقم 1، الأعداد الكمية الفرعية هي 0 و1 و2 و3. نأتي الآن إلى العمود الثالث ونكتب فيه رموز المستويات الفرعية. قلنا أنه يجب كتابة رقم N في البداية ثم رمز المستوى الفرعي. لنبدأ الآن، N تساوي 4، إذن حكتب 4. بالنسبة للصفر، المستوى الفرعي الذي قيمته 0 هو أحسنتم S، إذن يصبح لدينا 4S. لننتقل الآن إلى 1، نكتب في البداية 4 ثم المستوى الفرعي الذي قيمته 1، ممتاز، اللي هو عبارة عن ال B، إذن يصبح لدينا 4B. لننتقل الآن إلى الديم، نتذكر دائما في البداية نكتب الN، قيمة الN، نكتب في البداية الأربعة ثم المستوى الفرعي الذي قيمته 2 هو الديم، إذن يصبح لدينا 4D. لننتقل الآن إلى الثلاثة، في البداية نكتب 4 ثم المستوى الفرعي الذي قيمته 3 هو أحسنتم الF، إذن يصبح لدينا 4F. إذن رموز المستويات الفرعية هي 4S 4B 4D 4F. بهيك إحنا جاوبنا الفرع الثاني من السؤال. ننتقل طبعا إلى الفرع الثالث من السؤال. الفرع الثالث من السؤال، عدد المستويات الفرعية في هذا المستوى. قلنا سابقا أن عدد المستويات الفرعية تساوي رقم مستوى الطاقة الرئيس التابع له، وقلنا أن هذه العبارة هامة جدا برجاء التركيز عليها. رقم مستوى الطاقة الرئيسي يساوي 4، إذن عدد المستويات الفرعية يساوي مباشرة 4. آخر مطلوب من السؤال هو السعة القصوى من الإلكترونات لهذا المستوى. لحساب السعة القصوى من الإلكترونات في المستوى الرئيسي نطبق العلاقة التالية، 2N تربيع، أي 2 ضرب 4 تربيع ويساوي 32 إلكترونا. لنبدأ الآن بشرح عدد الكم المغناطيسي ML. ما المقصود بعدد الكم المغناطيسي؟ عدد الكم المغناطيسي ML هو عدد يدل على عدد الأفلاك في المستوى الفرعي. طالما حكينا كلمة أفلاك، خلينا نعرف سويا المقصود بالفلك. الفلك هو الحيز حول النواة يحتمل تواجد الإلكترون فيه أو تتمركز كثافة الموجة الإلكترونية فيهم. في عندنا ملاحظة هامة على هذه الأفلاك،
يجب علينا معرفتها. تتماثل أفلاك المستوى الفرعي الواحد في طاقتها وشكلها وحجمها وسعتها من الإلكترونات، وتختلف في الاتجاه الفراغي. هذه الملاحظة هامة، تتماثل أفلاك المستوى الفرعي الواحد في الطاقة والشكل والحجم والسعة من الإلكترونات، لكن تختلف في الاتجاه الفراغي. لننتقل الآن إلى حساب عدد الأفلاك في أي مستوى فرعي، أو نقول عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية. انتبه جيدا، عدد الأفلاك في أي مستوى فرعي هي نفسها عبارة عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية. طبعا هذا الكلام جبناه من خلال التعريف. التعريف بيحكي عدد الكم المغناطيسي هو عدد يدل على عدد الأفلاك في المستوى الفرعي. بالتالي أتذكر دائما عدد الأفلاك في أي مستوى فرعي هو نفسها طبعا عبارة عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية. لحساب طبعا عدد الأفلاك في أي مستوى فرعي نستخدم العلاقة ML تساوي 2L زائد 1. L هنا تكتب small letter، إذن ML تمثل عدد الأفلاك في أي مستوى فرعي، أو عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية. لنأخذ أمثلة على ذلك. إذا كان لدينا L تساوي 0، فإن عدد أفلاك المستوى الفرعي، أحسنتم، اللي هو الS، لأنه الصفر قلنا رمزها الإس. إذن إذا كان لدينا L تساوي 0، فإن عدد أفلاك المستوى الفرعي S، أو عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية ML، تساوي 2 ضرب 0 زائد 1 ويساوي 1. إذن المستوى الفرعي S يحتوي على فلك واحد فقط. مثال آخر، إذا كان لدينا L تساوي 1، فإن عدد أفلاك المستوى الفرعي من هو؟ أحسنتم، المستوى الفرعي B، أو عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية ML تساوي، نطبق العلاقة، 2 ضرب 1 زائد 1 ويساوي 3. إذن المستوى الفرعي B يحتوي على 3 أفلاك. هذه الأفلاك طبعا رموزها BX وBY وBZ. مثال آخر، إذا كان لدينا L تساوي 2، فإن عدد أفلاك المستوى الفرعي من هو؟ D، أو عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية ML تساوي، نطبق العلاقة، 2 ضرب 2 زائد 1 يساوي 5. إذن المستوى الفرعي D يحتوي على 5 أفلاك. آخر مثال لدينا، إذا كان لدينا L تساوي 3، فإن عدد أفلاك المستوى الفرعي F، أو عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية ML تساوي 2 ضرب 3 زائد 1 ويساوي 7. إذن المستوى الفرعي F يحتوي على 7 أفلاك. بهيك حسبنا عدد الأفلاك في أي مستوى فرعي، أو بصيغة أخرى عدد قيم الأعداد الكمية المغناطيسية. إذن ملخص للأمثلة السابقة التي ذكرناها، المستوى الفرعي S يحتوي على فلك واحد، المستوى الفرعي B يحتوي على 3 أفلاك، المستوى الفرعي D يحتوي على 5 أفلاك، المستوى الفرعي F يحتوي على 7 أفلاك. لننتقل الآن لإيجاد قيم أفلاك المستوى الفرعي الواحد، أو قيم الأعداد الكمية المغناطيسية. ركزوا الآن معي جيدا، ما قمت بحسابه سابقا هو عدد أو مجموع قيم أفلاك المستوى الفرعي. الآن سأقوم بإيجاد هذه القيم. لإيجاد قيم أفلاك المستوى الفرعي الواحد، أو قيم الأعداد الكمية المغناطيسية، من خلال العلاقة سالب L إلى موجب L، مرورا بالأعداد التي توجد بينهم. لنأخذ أمثلة على ذلك، عندما L تساوي 0، فإن قيم الفلك S، أو قيم الأعداد الكمية المغناطيسية، هي 0. لاحظوا معي هنا القيمة 0، لا يوجد قيم بالسالب والموجب، فقط قيمة واحدة فقط هي 0. ركزوا أيضا أن كل قيمة تمثل فلك،
فالصفر هنا عبارة عن قيمة واحدة، إذا لدينا فلك واحد. مثال آخر، عندما L تساوي واحد فإن قيم، ركزوا جيدا، لا أقول عدد قيم، هناك فرق بين عدد قيم وبين القيم نفسها، هنا أتكلم عن القيم نفسها. عندما L تساوي واحد فإن قيم أفلاك المستوى الفرعي B أو قيم الأعداد الكمية المغناطيسية هي طبعا تطبيق للعلاقة من سالب L إلى موجب L مرورا بالأعداد التي بينهم، يعني سالب واحد وصفر وموجب واحد. ونتذكر أن كل قيمة تمثل فلك، سالب واحد فلك، صفر فلك، الموجب واحد فلك، إذا لدينا ثلاث أفلاك. مثال آخر أيضا، عندما L تساوي 2 فإن قيم أفلاك المستوى الفرعي D أو قيم الأعداد الكمية المغناطيسية هي هتكون على حسب العلاقة من سالب L إلى موجب L مرورا بالأعداد التي بينهم، أي سالب 2 وسالب 1 وصفر وموجب 1 وموجب 2. نتذكر كل قيمة تمثل فلك، سالب 2 تمثل فلك، السالب 1 تمثل فلك، الصفر تمثل فلك، الموجب 1 تمثل فلك، الموجب 2 تمثل فلك، بالتالي لدينا 5 أفلاك. آخر مثال لدينا، عندما L تساوي 3 فإن قيم أفلاك المستوى الفرعي F أو قيم الأعداد الكمية المغناطيسية هي تطبيق للعلاقة من سالب L إلى موجب L مرورا بالأعداد التي بينهم، سالب 3 وسالب 2 وسالب 1 وصفر وموجب 1 وموجب 2. ونتذكر أن كل قيمة تمثل فلك، بمعنى لدينا 7 أفلاك. لنأخذ الآن أهمية عدد الكم المغناطيسي. ماذا يحدد عدد الكم المغناطيسي؟ عدد الكم المغناطيسي يحدد عدد الأفلاك في المستوى الفرعي، هذه 1، 2 الاتجاه الفراغي للفلك، الاتجاه الفراغي للفلك. لدينا الآن ملاحظات هامة. الملاحظة الأولى، أي فلك من أفلاك المستوى الفرعي الاس أو البي أو الدي أو الاف يتسع فقط لإلكترونين، حيث أن عدد الإلكترونات في أي مستوى فرعي، ركزوا جيدا، أقول مستوى فرعي لأنه قلنا سابقا علاقة عدد الإلكترونات في أي مستوى رئيسي كانت من خلال علاقة، أحسنتم، 2 إن تربيع أي ضعف مربع رقم المستوى الرئيسي. لكن الآن أحسب علاقة أتكلم عن علاقة لحساب عدد الإلكترونات في أي مستوى فرعي، لازم أفرق هل عدد الإلكترونات في مستوى فرعي أم في مستوى رئيسي. ما سأتكلم عنه الآن هو عدد الإلكترونات في أي مستوى فرعي، تحسب من خلال العلاقة 4L زائد 2 أو نحكي 2 ضرب عدد الأفلاك. عدد الإلكترونات في أي مستوى فرعي تحسب من خلال العلاقة 4L زائد 2 أو 2 ضرب عدد الأفلاك. الملاحظة الثانية، الملاحظة مهمة، يقصد برمز مجموعة الأفلاك أنه أكتب قيمة N أولا ثم يليه كتابة رمز المستوى الفرعي. طبعا المستوى الفرعي هل هو S أم B أم D أم F، أي أن الصيغة العامة لرمز مجموعة الأفلاك هي NL. لنأخذ الآن أسئلة على الكلام السابق ونقوم بحلها سويا. لنبدأ الآن بتمرين 13 صفحة 16 من الكتاب المدرسي. افتحوا الكتاب المدرسي صفحة 16 ولنبدأ بحل تمرين 13. تمرين 13 بيحكي في المستوى الرئيسي N تساوي 4، 1 اكتب جميع قيم L الممكنة، 2 اكتب جميع القيم الممكنة للعدد الكم المغناطيسي ML في المستوى الفرعي L تساوي 2، احط تحتها خطين لانه محدد لي L تساوي 2، 3 ما عدد الافلاك الموجودة في ذلك المستوى الفرعي، 4 ما رمز مجموعة تلك الافلاك. لنبدأ الآن بالحل سويا، لنقوم بعمل جدول. العمود الأول عبارة عن N ونكتب طبعا تحته
4 لأنه هو ذكر لي في المسألة أن المستوى الرئيسي إن تساوي 4. العمود الثاني نكتب إل، طبعا قيم إل جميع القيم اللي أقل من 4، يعني حيكون عندي 0 و1 و2 و3. إذن هيني جاوبت الفرع الأول من السؤال، كتابة جميع قيم إل الممكنة 0 و1 و2 و3. ننتقل للعمود الثالث، قيم إم إل. بالنسبة للقيم قلنا من سالب إل إلى موجب إل مرورا بالأعداد التي بينهم. وانتبه طبعا في السؤال محدد لي إنه إل تساوي 2، إذن معناته لنطبق العلاقة من سالب إل إلى موجب إل مرورا بالأعداد التي بينهم، سالب 2 سالب 1 0 موجب 1 موجب 2. ننتقل للفرع الثالث من السؤال، عدد الأفلاك الموجودة في ذلك المستوى الفرعي اللي هو عندنا طبعا L تساوي 2. عدد الأفلاك من خلال علاقة ML تساوي 2L، ML تساوي 2L زائد 1، أي 2 ضرب 2 زائد 1 ويساوي 5، أي لدينا 5 أفلاك. آخر فرع من هذا السؤال، رمز مجموعة تلك الأفلاك. قلنا أن الصيغة العامة لرمز مجموعة الأفلاك هي إن إل، طبعا إن قيمتها 4، أما إل فهي تساوي المستوى الفرعي الذي قيمته 2، طبعا المستوى الفرعي الذي قيمته 2 هو الدي، لأنه قلنا سابقا الإس 0 البي 1 الدي 2، إذن بالتالي يصبح رمز مجموعة تلك الأفلاك 4D. نذكركم أعزائي الطلبة أنه ما زلنا معكم في شرح منهاج الكيمياء للصف الثاني عشر علوم وشرح عدد الكم المغناطيسي ML. لنأخذ سؤال آخر، هذا السؤال ورد في عام 2009. سؤال بيحكي لديك المستوى الرئيسي إن تساوي 3. 1 اكتب جميع الأعداد الكمية الفرعية لهذا المستوى. 2 اكتب رموز جميع المستويات الفرعية. 3 اكتب جميع القيم الممكنة للعدد الكم المغناطيسي. 4 ما عدد الأفلاك الكلي في هذا المستوى. 5 ما عدد المستويات الفرعية لهذا المستوى. إذن سؤال ورد في عام 2009، لديك المستوى الرئيسي إن تساوي 3. لنقم الآن بعمل جدول، العمود الأول عبارة عن إن ونكتب تحته 3. ننتقل الآن إلى العمود الثاني ونكتب إل، طبعا قيم إل جميع القيم اللي أقل من 3، 0 و1 و2. طبعا هنا إجابنا طبعا فرع رقم 1 اللي هو أكتب جميع الأعداد الكمية الفرعية لهذا المستوى 0 و1 و2. ننتقل الآن إلى العمود الثالث، نكتب فيه رموز هذه المستويات الفرعية. نبدأ بالصفر، الصفر طبعا يرمز المستوى الفرعي S، لكن أكتب قبله طبعا قيمة N، إذن يصبح لدينا 3S. أما الواحد فهو يرمز للمستوى الفرعي B، ونكتب طبعا قبله قيمة N، إذن يصبح لدينا 3B. أما التنين طبعا يرمز للمستوى الفرعي D، ونكتب قيمة إن قبلهم، إذن يصبح لدينا 3D. إذن الرموز هي 3S و3B و3D. نأتي الآن إلى قيم العدد الكم المغناطيسي ML. ننتقل إلى العمود الرابع ونكتب ML. نكتب الآن القيم لكل مستوى فرعي. نكتب الآن القيم لكل مستوى فرعي. نبدأ بالصفر، قيم الـ ML له تساوي 0، أما الواحد قيم الـ ML له تساوي سالب 1 والصفر والموجب 1، أما التنين فقيم الـ ML له تساوي سالب 2 سالب 1 الصفر الموجب 1 الموجب 2. ننتقل إلى المطلوب الرابع، عدد الأفلاك الكلي في هذا المستوى. عدد الأفلاك في هذا المستوى نتذكر دائما هذه العلاقة إن تربيع، إذن 3 تربيع ويساوي 9. المطلوب الأخير عدد المستويات الفرعية لهذا المستوى. أحسنتم،
تساوي 3. عدد المستويات الفرعية لهذا المستوى تساوي 3، لأن قلنا أن عدد المستويات الفرعية تساوي رقم مستوى الطاقة الرئيسي التابع لهم، والمستوى الرئيسي عندي إن تساوي 3. لنأخذ سؤال آخر. سؤال بيحكي، اكتب معي أعزائي الطلبة، كم عدد الإلكترونات التي يتسع لها كل من؟ كم عدد الإلكترونات التي يتسع لها كل من؟ 1 ال تساوي 0، 2 ال تساوي ب، 3 ال تساوي د. لنبدأ برقم 1 ال تساوي 0. طبعا نحسب عدد الإلكترونات التي يتسع لها أي مستوى فرعي، ركزوا جيدا، أي مستوى فرعي من خلال العلاقة 4 ال زائد 2. إذن عدد الإلكترونات تساوي 4 ضرب 0 زائد 2 ويساوي 2 إلكترون. أو ممكن طريقة أخرى، الآن الصفر ترمز للمستوى الفرعي S، وS يحتوي على فلك واحد، وعدد الإلكترونات تساوي 2 ضرب عدد الأفلاك، أي 2 ضرب 1 ويساوي 2. ننتقل إلى رقم 2. L تساوي B، عدد الإلكترونات التي يتسع لها أي مستوى فرعي تساوي من خلال العلاقة طبعا 4 L زائد 2، طبعا B قيمتها 1، إذن 4 ضرب 1 زائد 2 ويساوي 6 إلكترونات. أو طريقة أخرى، B يحتوي على 3 أفلاك، إذن عدد الإلكترونات تساوي 2 ضرب عدد الأفلاك، إذن 2 ضرب 3 ويساوي 6. آخر مطلوب من السؤال، L تساوي D، عدد الإلكترونات التي يتسع لها أي مستوى فرعي، ركزوا جيدا، أي مستوى فرعي. 4 L زائد 2، L قيمتها 2 لأنه طبعا عندي أنا D يرمز للتنين، إذن 4 ضرب 2 زائد 2 ويساوي 10 إلكترونات. أو طريقة أخرى، الدي يحتوي على 5 أفلاك، إذن عدد الإلكترونات في هذا المستوى يساوي 2 ضرب عدد الأفلاك، أي 2 ضرب 5 يساوي 10 إلكترونات. الآن لدينا سؤال، هذا السؤال سأترك لكم كنشاط بيتي لتقوموا بحله، ثم نقوم بحله بمشيئة الله في الحلقة القادمة. أكتب معي السؤال التالي. سؤال بيحكي، أذكر السعة القصوى من الإلكترونات لكل من المستويات الفرعية، 1 4F، 2 3S، 3 5B، 4 3D. إذن السؤال مرة أخرى، أذكر السعة القصوى من الإلكترونات لكل من المستويات الفرعية، 1 4F، 2 3S، 3 5B، 4 3D. بهيك أعزائي الطلبة بنكون قد انتهينا من شرح عدد الكم المغناطيسي. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع. كنت معكم دكتورة تغريد جواد صيام من مدرسة دلال المغرب الثانوية ألف. أترككم في رعاية الله وأمنه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة، برنامج تفوق، تتابعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، رائدة الإبداع والتميز. كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر، الفرع العلمي ومبحث الكيمياء. شكرا لإصغائكم، ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة. مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم.